تعليقا على البث اللي فات اللي هو حكم التخيلات الجنسية، هل يعاقب عليها؟ يعني صاحب التخيلات الجنسية يعاقب عليها؟ بصوا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل، أو ما لم يكون عمل أو إيه أو قول. يبقى العمل أو القول. السلام عليكم. ضيف هل علينا. فالله، فالرسول عليه الصلاه والسلام قال ان ربنا تجاوز عن امته اللي حدثت بها انفسك، انفسها طالما في الدماغ لسه ما طلعش ما لم يعمل، طالما الجوارح ما عملتوش او حدثت به او بقى في قول به. خلينا واقفين هنا. لما نيجي بنتكلم عن بيقول ايه؟ خلينا نشرح اللايف بقى ونعمل ده. تركي يا نونو، انت صغيرة عايز يسمع. او جايب لي وردة. تمام، هي دي وردة ولا شوكة دي ولا تمام. فاحنا اما بنرجع لشخصية الشخصية النرجسية، لا خليني اقول لكم الاول على حكم الـ ولا اديني اتلخبطت ونسيت ولخبطتوني كنت اقول ايه. خلينا اتكلم على اول حكم اللي صاحب التخيلات الجنسية. فقلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان رفع عن امتي، ربنا تجاوز عن الامة في اللي بتحدث بيها نفسها طالما في الدماغ ما لم يبقى فيه لا قول او عمل. طيب الحل ايه؟ عشان ما تحاسبش وخش في دايرة الحساب وخش في دايرة الحرام وخش في دايرة الفعل الحرام. 3 حاجات. اول حاجة ان انا ما استرسلش في الفكرة، لان انا لو استرسلت في الفكرة هتبقى ايه؟ عزيمة وارادة وبعدين فعل. رقم 2، ان لو جالي استرسال في الفكرة امنحها، لان انا لو زودت فيها كاني اقسم عليها، لاني انا بارادتي بزود التخيلات وبارادتي بزود الحاجات المحرمه، فانا بهيج بيها الشهوه او بزود بيها الاثاره فيضطر يعمل بيها الفعل الحرام. طيب رقم 3، ان انا ما اتبعهاش بعمل، يعني العمل بتاعها عمل الجوارح ما يتمش، ولا ان انا افرغ الامر دوت في عمل للجوارح اقسم عليه او اؤخذ عليه. النقطه اللي بعديها، ما لم يتبعه قول، يعني ما يبقاش بقى انا شفت حاجه او تخيلت حاجه فقمت علشان افتح مش عارفه تشوف ايه ولا يشوف ايه وبعدين يكلم ناس تانية عشان يفرغ معاه بالحرام. كل الكلام ده مش صح. والنقطه اللي احنا تكلمنا فيها في البث من يومين، الفكره بتاعت ايه يا جماعه؟ فكره انك انت بتجيب افكار انك تتخيل حد غير زوجتك وتطالب زوجتك انها تتخيل حد غيرك، ويتم الامور على امور شاذه وتخيلات جنسيه شاذه، والامر ده مش صحي تماما. والامر ده يعني احنا يعني بنقول على الاقل يغضب ربنا سبحانه وتعالى ولا يرضاه الله سبحانه وتعالى. وليه احط نفسي في امر ده وفي درء المفاسد مقدم؟ يعني ده مفسده جايه، والجوارح هتعملها، الجوارح هتعملها. ولو ورقت الزوجه، يعني لو رفضت الزوجه، روحي بيدور بره في الحرام، واحنا مش عايزين الكلام ده. يبقى الحكم طالما ما خرجش، اصلا يقول لك طب انا هعمل ايه؟ ما بيجي لنا افكار. الصحابي اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني ياتي علينا من الافكار والله لا تهتز منها الوجدان ونستحي ان احنا نقولها، يعني حاجات عظيمه واحنا نستحي ان احنا نقولها. فالرسول صلى الله عليه وسلم او قد كان يعني حصل كده دوت صحيح الايمان، لان قلبك ينفر هذا الفعل الحرام. فطالما انت بتنفره، طالما انت ما بتسترسلش فيه، ما جوارح ما عملتوش ولا قول، لا شات بقى ولا قول رساله ولا مسج ولا كلام يتبعه، فخلاص فانت فهذا من المعفي عنه. نستعيذ بالله ونستعين عليه بالامور الشرعيه اللي ربنا عملها لنا، اللي هي ان انا اتخذ الزواج الحلال والنكاح الحلال. وقلنا ان يسر الكلام ده، من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. فاحنا يعني ومن يتصبر يصبره الله. فاحنا خلينا في الطاعه. ده الجزء الاولاني من البث اللي انا حابه اتكلم فيه. النقطه الثانيه نقطه النرجسي واللبانه اللي شغال. نقطه النرجسي يا جماعه، بصوا عشان بس يعني ايه، خليني بس اقعد اربع عليكم كده. نقطه النرجسي فيها اكتر من كلام. احنا قلنا ان الشخصيه النرجسيه شخصيه صعبه جدا العيش معاها، شخصيه نقاده لوامه، بتستغل اللي قدامها، تستفز اللي قدامها، يحاول يطلعك غلطانه باي شكل، يستفزك لحد انت ما تستجيبي للاستفزاز فتتنرفزي فيضحك، يبقى مبسوط جدا ان هو بينططك قدامه. الشخصيه النرجسيه ما بتسمعش غير رايها. الشخصيه النرجسيه ما بتبقاش عايز اصلا يسمع راي غيره، ما بيبقاش عايز
يسمع كلام غيره هو رأي انا وبس، انا الصح والبشر كله غلط، بل انه كمان بيبقى عايز اللي في ايدك كأنه مستكتر عليكي نعمة، مستكتر عليكي خير، مستكتر عليكي، مش عايز في ايدك حاجة، ودايما يلوم فيك وينقص فيك، ينقص فيك. الشخصية النرجسية كده صعب التعايش مع شخصية زي دي. طيب بصوا بقى، عشان في درجات للامر ده، كل واحده تقول لك ايه زوجها دماغه منشفه، دماغه ما اعرفش ايه، مصمم رايه على ايه، يبقى هو نرجسي. لا، الامور ديت فيها درجات. يعني ايه؟ يعني الشخصيه النرجسيه ما لا تقبل ان حد يعدل عليه، ولا تقبل انها تتغير بسهوله ابدا، ولا يرضى اصلا، مش شايف نفسه غلط اصلا، يتغير على ايه؟ لكن لما يبقى عندي خطيب او زوج يقول لك اه لا انا هتغير، لا انا عارف ان الامر ده غلط وانا هحاول، ساعدوني او انت تنصحيه فيتنصح، يعني يسمع النصيحه ويسمع له. اه لا، التاني ما بيستجبش تماما. والعلاج التجاهل تمام، لو كانت زوجه تجاهل تماما، ما تستجبيش للاستفزاز بتاعه، ما تقعيش تستجيبي لمثير الغضب اللي هيوقعك فيه، ولا الكلام ده، وخليكي هاديه تمام وبارده تماما، ولا تدي اي اهميه، لان بدون اهميه هو بيفرح غلط. طيب بصوا بقى، النقطه اللي انا عايزه افرق فيها النهارده والجديده، الكلام ده احنا قلناه قبل كده، الجديد ايه؟ الجديد الآتي، إن النرجسي أنواع. عندي نوع، بصوا النوع اللي هو المتكبر، منفوش قد كده ومتكبر وشايف الكون كله ذر، وأنا يعني محدش زيي، ولا حد قدي، ولا الأرض تبان، وهو أصلا يعني ولا عارف حاجة في حياته. اللي بيبقى المتكبر قوي ده، ده صعب، وواضح، بيبقى واضح في كلامه، واضح في افعاله، واضح في ردود افعاله، متكبر، متكبر رهيب رهيب. النقطه بتاعت المتكبر ده علاجه بايه؟ اعرفه قيمته ومقامه، ولو في خطوبه ما كملش. انا بقول لك اهو، ما من اهو، خلينا في بدايه، لو في خطوبه ما كملش. طيب ولو في زواج تجاهل، وقلنا النقاط الست، ارجعوا للحلقه تاني. طيب النوع التاني من النرجسيه، واظن ان هو ده اللي منتشر، منتشر جدا، النرجسي الضعيف. ايه ده، في نرجسي ضعيف؟ هو في نرجسي ايوه، في نرجسي ضعيف، وفي نرجسي بيبقى اصلا قمه في الضعف. ليه؟ مهزوز، ثقته بنفسه مهزوزه، حاسس ان هو في حاجات ناقصه عن اللي قدامه، اللي قدام كلهم كويسين، فانا اعمل ايه؟ اقوم جاي داكك، اقوم جاي مدي كلام سلبي، اقوم جاي ناقد، اقوم جاي لايم، اقوم جاي عامل اي منظر علشان اصغر اللي قدامي واحسسه ان انت صغير قوي، فانا احس بالامان، ما احسش ان انا في موقع تهديد وفي موقف تهديد، لان انا نرجسي ضعيف. لا، ده يهد في اللي قدامه، ويفضل يهد فيها، ويفضل يكلمها كلام كله سم، وكله نقد، وكله لوم، وكله بهدله، واذى لفظي واذى جسدي ابراهيم، علشان يحس ان احنا مساويين، انت مش اعلى مني انا من... طب ده ليه؟ هو اصلا تربيه خاطئه، موروثات بيئيه، موروثات في العيله، هو تعرض لخذلان او رفض شديد جدا، رفض شديد جدا من علاقات، او رفض شديد من الصحاب، او رفض شديد من الشغل، ومن كل الكلام ده، الرفض ده هو تعرض له، فحس بالنقصان والقله، فيجابه ازاي والمخ يدافع ازاي؟ يقوم جاي مقلل من اللي قدامه، ناقد اللي قدامه، اي حد يكلمه غلط وانت عامل مهاجمه، هجوم 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 هجوم، عشان يحسسه بقيمته الصغيره دي. الكلام ده نخلي بالنا منه. النرجسي الضعيف ممكن يتغير، سواء المتكبر او الضعيف، لو حس ان هو من جواه انك انت غلطان وانك فيك حاجه، او لو احنا وريناه العائد الصح والعائد اللي هيعود، النتيجه المرجوه الايجابيه، لو انت اتغيرت هيعود عليك كذا وكذا، ممكن. مين بيقول لي؟ طب لو الست، لولي، لو الست هي اللي نرجسيه وفيها النوع النرجسي الضعيف، لازم يحصل معاها حوار نفسي، لازم الحوار الداخلي النفسي ده، هو انت ليه مستصغره نفسك؟ هو انت ليه مستقليه نفسك؟ هو انت ليه كذا؟ فتقومي تهاجمي اللي قدامك، وتقومي مصغره من اللي قدامك، ومسفاه اللي قدامك، وناقد فيها، ودايما سلبيات، عشان تحسسي نفسك انك انت حد ذا قيمه، وانت اصلا نظرتك لنفسك مهزوزه، وثقتك بنفسك مهزوز، فده مش صح. العلاج في الاتنين، ان انا اوريهم، وينفع يتغيروا، ممكن يتغيروا لو هو من جواه عاوز كده، ولو وريناه النتيجه المرجوه الايجابيه اللي هيعود عليه من حاجه زي كده. وفي الاول وفي الاخر الدعاء. نصيحتي تاني، لو هو خطيب في مرحله خطوبه، انت هي او هي، ما تكملوش. ولو في مرحله زواج،
التجاهل تمامه اولاد، ممكن يكون له تاني ممكن بيحب اولاده، حنون معاهم مش عارفه، لكن معاكي هو حاسس بالتهديد، فبيعمل معاكي ممارسه الامور السلطويه ديت والطوسيه والانا والايجو عالي وكل جميع ده، كمان بيأذي بالالفاظ والكلمات ويحسسك بقله من نفسك ويشككك في نفسك انت ذات نفسك. فالتجاهل هو الحل طبعا. ركزوا في النقاط الجديدة اللي أنا قلتها دي، هو اللايف هيتسجل ما تقلقوش، اللايف هيتسجل يعني هتلاقوه موجود على الصفحة وهيتقسم وكل حاجة. لكن أنا عايزاكم تركزوا في النقطة دي عشان لا تظلمي نفسك ولا تظلمي الناس اللي حواليك. الناس بقى اللي بتتكلم انتوا كبرتوا قوي موضوع النرجسيه، واي واحده، احنا ملناش دعوه ان اي واحده او اي زوجه بتفهم الموضوع ده غلط، ولو يبقى في صفه واحده تقول ده نرجسي، وسيبي صفه اتنين ده نرجسي، لا، في مجموعه من الصفات متكامله كده مع بعض بتيجي ايه لوكشه كده كوليكشن على بعضه كده، لما تيجي هو يبقى فيه الصفات دي، لكن انا اخد صفه يبقى هو كذا وابتدي ابني عليها، لا. وفي نفس الوقت ما هو يعني ما سفهش ولا صغر من موضوع ان يبقى فيه شخصيه سامه حقيقيه كذا، ممكن تصبر عليها، في زوجات تقدر تزوج، في زوجات ما تقدرش لانه بيوصلها لمرحله كره نفسها ومش عايزه وكره عيالها وكره بيتها، لا بتبقى عارفه تبقى زوج ولا عارفه بتبقى ام ولا عارفه بتبقى انسانه، ويجي في الاخر تخش في مراحل اكتئاب وتقول لك خلاص الحياه ملهاش اي 30 لازمه وانا ماشيه من الحياه خالص. لا لا، احنا ما نسفهش من حاجة زي كده، وضروري خلي بالكم لا سفه من حاجة زي كده ولا ان انا افور فيها قوي. خدوا الموضوع باتزان واسمعوا النقاط الحقيقية اللي انا قلت لكم عليها. اشدهم النرجسي الضعيف اللي بيبقى كده، لكن بيرجع، شفت حالات بترجع لو وريتيها النتيجة المرجوعة والحاجات الايجابية اللي هتبقى موجودة فيها. تمام، يعني سعدت بيكم، ولايف خفيف عشان بقى يعني خلاص بقى النهارده السبت. النهارده السبت اجازة صباح حد. فأدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، ربنا يكرمكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.